أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم آمين. أهلا وسهلا بكم يا شباب في لقاء متجدد مع مقرر الاتصالات التسويقية المتكاملة. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض مراجعة عن الفصل السادس. كنا اتكلمنا قبل كده يا شباب عن الدور الاتصالي لمكونات المزيج التسويقي. كنا بدأنا مع بعض بالدور الاتصالي للمنتج، والدور الاتصالي للتسعير، والدور الاتصالي للتوزيع، وكنا غطينا بالتفصيل الشرح بتاعهم، وتناولنا ايضا مراجعه شامله على الثلاث فصول دول. بعد كده شرحنا مع بعض الدور الاتصالي للترويج. النهارده باذن الله بقى هنعمل مراجعه شامله على الفصل على الفصل السادس. هعرض معاكم دلوقتي يا شباب الفصل السادس. زي ما انتم كده شايفين يا شباب على الشاشة، الفصل السادس بعنوان الإطار العام لوظيفة الترويج. الإطار العام لوظيفة الترويج. هنتناول مع بعض مراجعة يا شباب في شكل أسئلة صح وخطأ. السؤال بيقول حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل باختصار. حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل باختصار. طبعا يا شباب أنت في نظام طبعا البابل شيت، مش هيبقى محتاج منك إنك تعلم، ولكن ضروري جدا وأنت بتراجع معايا تبقى عارف العبارة دي صح ليه، أو تبقى عارف يا شباب العبارة دي برضو خطأ ليه. العبارة الأولى بتقول يعد الترويج أهم عنصر من عناصر المزيج التسويقي. العبارة مرة تانية بتقول يعد الترويج أهم عنصر من عناصر المزيج التسويقي. طبعا مفيش شك إن العبارة دي عبارة خاطئة. ليه؟ يعني تعالى نتكلم مع بعض في الجزء الأخير من العبارة، وهي أو وهو عناصر المزيج التسويقي. إيه هي عناصر المزيج التسويقي؟ قلنا عناصر المزيج التسويقي المنتج، السعر، التوزيع، الترويج. طيب لو جيت سألتك وقلت لك إيه هي أو إيه هو أهم عنصر من العناصر الأربعة دي؟ اوعى تغلط وتقول لي مثلا المنتج او السعر او التوزيع او الترويج. مفيش يا شباب عنصر اهم من العناصر الباقيه، كل العناصر الاربعه مهمين، يعني سواء المنتج او السعر او التوزيع او الترويج، ايا كان من هذه العناصر كلهم مهمين معا، كلهم متكاملين، كلها عمليه واحده يا شباب. مفيش عنصر أهم من الإيه؟ من العناصر التانية. وبالتالي عشان كده قلنا العبارة دي خاطئة. يبقى تتمثل عناصر المزيج التسويقي في المنتج والسعر والتوزيع والترويج. وكل العناصر دي يا شباب على قدر كبير من الأهمية. ولكن ما أقدرش إيه أحدد عنصر بعينه وأقول هذا العنصر مهم أو أكثر أهمية من باقي العناصر، ولكن العناصر كلها مهمة. تمام. لكن العبارة طبعا تختلف لو كنت قلت لك يعد الترويج من اهم عناصر المزيج التسويقي. طالما قلت لك من اهم عناصر المزيج، لكن ما حددلكش حاجه معينه اقول لك هذا العنصر هو اهم عنصر، في الحاله دي تقول العباره ايه؟ خاطئه. دي كانت العباره الاولى. العباره الثانيه يا شباب بتقول
يقوم الترويج في جوهره على عملية الاتصال بشكل مباشر دائما. تاني، يقوم الترويج في جوهره على عملية الاتصال بشكل مباشر دائما. العبارة طبعا لما تفكر فيها هتلاقي العبارة دي عبارة ايضا خاطئة. بس خطأ ليه؟ هو الترويج عملية اتصال، يعني الترويج يا شباب في حد ذاته هو عملية اتصال زي ما اتفقنا في الشرح، ولكن عملية الاتصال دي قد تكون عملية مباشرة وقد تكون عملية اتصال غير غير مباشرة. تاني يا شباب، يبقى الترويج هو عملية اتصال فعلا، ولكن مش دائما بيتم عملية الاتصال او عملية الترويج بشكل مباشر مع الاخرين او مع الغير او مع العملاء او مع الجمهور. قد يحصل هذا الاتصال بشكل مباشر من المنظمة للعميل بشكل مباشر، وممكن يحصل ترويج او اتصال بشكل غير مباشر. بيبقى فيه حلقات اتصال بين الشركة او بين المنظمة وبين الجمهور او بين الغير او بين العملاء. يبقى اذن يا شباب لو سألتك قلت لك يقوم الترويج في جوهره على عملية الاتصال بشكل مباشر دائما، تبقى العبارة دي عبارة يا شباب عبارة خاطئة. العبارة الثالثة بتقول ينحصر الترويج في شكل واحد من أشكال الاتصال هو الإعلان. العبارة مرة تانية بتقول ينحصر الترويج في شكل واحد من أشكال الاتصال هو الإعلان. مفيش شك يا شباب طبعا العبارة ديت بتكلمك على المزيج الترويجي أو أشكال الترويج أو أشكال الاتصالات الترويجية. احنا درسنا مع بعض إن في ست أشكال أو ست أنواع أو ست مكونات للمزيج الترويجي، ليس طبعا الإعلان فقط، عشان كده العبارة دي عبارة خاطئة. ولكن عندي البيع الشخصي، عندي الإعلان، عندي يا شباب تنشيط المبيعات، عندي النشر، عندي العلاقات العامة، واخر حاجة عندي التسويق المباشر. يبقى لازم تبقى عارف وعلى دراية كاملة ان الترويج او الاتصالات الترويجية بتاخد اشكال عدة او في انواع متعددة من الترويج، لا تتمثل فقط في الاعلان، ولكن هناك ست انواع بشكل اساسي. هنقول مرة تانية شباب عشان نحفظهم مع بعض. يبقى الاعلان، النشر، البيع الشخصي، تنشيط المبيعات، التسويق المباشر، والعلاقات والعلاقات العامة. وعشان كده يا شباب يبقى العبارة دي عبارة عبارة خاطئة. العبارة بعد كده بتقول يعد النشر اتصال ترويجي غير شخصي وغير مدفوع الأجر للتعريف بالمنشآت ومنتجاتها والتطورات والأحداث التي تمر بها. نقرا مع بعض العبارة تاني يا شباب. العبارة بتقول يعد النشر اتصال ترويجي غير شخصي وغير مدفوع الأجر للتعريف بالمنشآت ومنتجاتها والتطورات والأحداث التي تمر بها. أنا عايزك تبقى حريص جدا واخد بالك في عبارات الصح والخطأ بالذات، يعني عن عبارات الاخطر من المتعدد، لأن عبارات الصح والخطأ يا شباب بيبقى فيها أكثر من جانب تاخد بالك منه. إن ممكن تبقى العبارة مثلا نصها صحيح ونصها خطأ، بتخلي بالك ما تتسرعش ابص اقول ايه النشر اتصال ترويجي غير شخصي ومدفوع، العبارة صحيحة
ممكن يا شباب آخر كلمة في العبارة، تخيلوا ممكن تبقى آخر كلمة في العبارة تخلي العبارة كلها خطأ. يبقى وانت بتحل أسئلة الصح والخطأ تركز كويس جدا في كل كلمة، لأن ممكن تبقى العبارة كلها صحيحة إلا كلمة واحدة، إلا كلمة واحدة. الحاجة التانية تاخد بالك منها إن ممكن عبارات الصح والغلط بعض الكلمات تغير المعنى تماما، تغير المعنى تماما. يعني على سبيل المثال أنا بقول لك هنا في العبارة إيه؟ يعد النشر اتصال ترويجي غير شخصي وغير مدفوع الأجر. ممكن أقول لك بشكل تاني، يعد النشر اتصال ترويجي تمام غير شخصي وغير مثلا وليس له تكلفة، وليس له تكلفة. فتخلي بالك من الألفاظ، خلي بالك من الكلمات. طبعا بعض الكلمات اللي بتأدي نفس المعنى، أو في كلمات تغير المعنى تماما، تغير المعنى تماما. فتبقى وانت بتقرا العباره صح والخطا، يبقى تقرا العباره كلها على بعضها، ولو فيها كلمه واحده بس خطا يبقى العباره كلها عباره ايه يا شباب؟ عباره خطا. طيب النصيحه الثالثه اللي اديها لك، لما تقرا العباره في عبارات الصح والخطا تقسمها لشكل جمل، وشوف جمله جمله يعني امشي فيها العباره كلها، امشي جمله جمله. يعني تعالى مع بعض نتدرب على العباره دي مع بعض، يعني تعالى نمشي مع بعض. يعد النشر اتصال ترويجي، العبارة كده صحيح، النشر فعلا من أحد أشكال الاتصالات الترويجية. غير شخصي، اسأل نفسك النشر ده شخصي ولا غير شخصي؟ لا غير شخصي، والعبارة صحيحة. العنصر الوحيد يا شباب كان شخصي اللي هو البيع الشخصي. يبقى لحد كده أنا بص عمال أقسم لك العبارة لجمل. يبقى يعد النشر اتصال ترويجي، صح. غير شخصي، صح. وغير مدفوع الاجر، هل النشر ده شباب مدفوع الاجر؟ لا طبعا. اللي كان مدفوع الاجر ايه يا شباب؟ الاعلان، صح مظبوط. يبقى اول جملتين ده هم صح. طيب ممكن بقى خلي بالك اروح مغير لك في بقيه التعريف او في بقيه الجمله، واجيب لك مثلا حاجه بيعملها عنصر تاني، فتبقى العباره ساعتها خاطئه. لكن بقى للتعريف بالمنشآت ومنتجات التجارة، يبقى العبارة صحيحة. يبقى إذا يا جماعة كل جملة هي داخل عبارة صحيحة، وبالتالي يا شباب يبقى العبارة إيه؟ كلها صحيحة. وهتلاقيني برضو في التعليم موضح لك أكتر، بقول لك هو النشر عبارة فعلا عن اتصال ترويجي وفعلا غير شخصي وغير مدفوع الأجر، بيعرفنا إحنا كجمهور بالمنشأة إيه منتجاتها، ايه اي تطورات او اي احداث بتمر بها هذه الشركه، ودوت عن طريق وسائل الاعلان الرئيسه او العامه كالجرايد والمجلات والراديو والتلفزيون، ايا كانت هذه الايه الوسيله. تمام يا شباب، يبقى العباره صحيحه. العباره اللي بعدها بتقول يعد نشاط النشر، يبقى لسه بنتكلم على موضوع النشر، يعد نشاط النشر جهد من جانب واحد هو جانب وسائل الإعلان. يعد، العبارة بتقول يعد نشاط النشر جهد من جانب واحد هو جانب وسائل الإعلان. طبعا هنا العبارة ما فيهاش بقى كذا جملة، ده هي جملة واحدة بتقول ان نشاط النشر جهد من جانب واحد وهو جانب وسائل الإعلان. طبعا اثناء الشرح قلنا ان النشر دوت لا تتدخل فيه الشركة أو المنشأة أو المنظمة بشكل مباشر. يعني ما فيش شركة شباب تروح لوسائل الإعلام أو كاتب أو صحفي أو كده وتقول له اكتب عن الشركة عندي، اكتب عن منتجات، عن تطورات، عن أحداث إلى آخره. ولكن يا شباب هي الشركة أو المنظمة بتبذل مجهود، بتقوم بتصرفات معينة، بتقوم بأحداث معينة بحيث تدفع وسائل الإعلام إنه يتحدث عنها. ومن هنا بنقول إن نشاط النشر جهد ولكنه ليس من جانب واحد، ولكنه ليس من جانب واحد اللي هو جانب وسائل الإعلام، لا، بل إن نشاط النشر بيقول ده نشاط برضه مخطط ونشاط منظم
من قبل المنظمة أو من قبل الشركات. يبقى الشركات يا جماعة بتقوم عن عمد أو عن قصد إن هي بتعمل بتقوم بتصرف معين أو حدث معين إلى آخره، بحيث تجبر وسائل الإعلام المختلفة أو الوسائل الإعلام المتعددة إنها تبدأ تكتب عن الشركة ديت وعن منتجاتها وعن تصرفاتها وعن أحداثها وعن 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 إلى آخره. يبقى إذا العبارة هنا صحيحة ولا خاطئة؟ لا، فعلا العبارة هنا خاطئة. يعد هنا نشاط النشر وجهد، ولكنه من جانبين، جانب وسائل الإعلام وجانب الشباب إليه الشركة أو المنظمة. يبقى العبارة هنا عبارة إيه؟ خاطئة. طيب، بالرغم من إن النشر غير مدفوع الأجر، إلا أن له تكلفته النسبية. تاني العبارة مرة تانية وركز فيها، بتقول بالرغم من أن النشر غير مدفوع الأجر، لحد كده صح، إلا أن له تكلفته النسبية. احنا قلنا مع بعض من شوية في العبارة اللي قبل اللي فاتت إن النشر ده وسيلة اتصال ترويجية غير مدفوعة الأجر، زي الإعلان مثلا. الإعلان مدفوع الأجر، ولكن النشر غير مدفوع الأجر. تمام. طيب، وقلنا في العبارة اللي فاتت دي على طول يا شباب إن النشر ده جهد مبذول من جانبين، سواء المنظمة أو الشركة أو وسائل الإعلام. فهل إن معنى إن النشر غير مدفوع الأجر إنه ما يكونش له تكلفة؟ لا طبعًا. يبقى هنا العبارة دي صحيحة، على الرغم من إن النشر غير مدفوع الأجر إلا أن له تكلفة. ليه؟ هو من شوية شباب ما قلت لكم إن النشر ده كوسيلة ترويج أو وسيلة اتصال، الشركة بتبذل مجهود عن قصد، مجهود مخطط عن قصد، بحيث إن هي تجبر وسائل الإعلام إنه يكتب عنها. مش ده اتفقنا عليه في العبارة اللي فاتت؟ طيب، هي الأحداث أو التصرفات أو الأفعال اللي هتقوم بها المنظمة عشان تجبر وسائل الإعلام إنهم يكتبوا عنها، هل هذه التصرفات أو هذه الأحداث أو هذه الأفعال أو هذه العلاقات الطيبة اللي هي تعملها مع وسائل الإعلام، هل كل الحاجات دي ملهاش تكلفة؟ أكيد ليها تكلفة. يعني الشركة لما تقبل على حدث معين أو على تصرف معين أو إن هي تبني علاقات طيبة مع وسائل الإعلام المتعددة، هل ده يا شباب مش في حد ذاته الحاجات دي كلها ليها تكاليف؟ أكيد ليها تكاليف طبعا. ومن ثم النشر غير مدفوع الأجر، ولكن له تكلفة، بس تكلفة إيه يا شباب؟ تكلفة نسبية، بتتمثل في إيه؟ في الإعداد لهذه الأحداث، في الإعداد لهذه المناسبات والتصرفات أو تحسين العلاقات مع وسائل الإعلام المختلفة إلى آخره. طيب، يبقى إذن يا شباب إن العبارة دي عبارة إيه؟ عبارة صحيحة. طيب، العبارة بعد كده يا شباب بتقول تعد طبيعة النشر طبيعة إعلانية. تعد طبيعة النشر طبيعة إعلانية. دلوقتي يا شباب معلش، انا هتلاقي في معظم شرح بربط بين النشر وبين الاعلان، لان في بينهم حاجات مشتركه كتير وفي بينهم تضادات كتيره برضو. خلي بالكم الحته دي، ما اقصدش حاجات مشتركه يعني وجه شبه، بالعكس. انت هتلاقي النشر لو عملنا كده مقارنه بين النشر والاعلان هنلاقي ده عكس ده تماما، ولكن هما كعنصرين تحس عنصرين منافسين لبعض. لما اقول لك الاعلان تقول لي ده ليه طبيعه اعلانيه، هما للنشر تقول لا ده ليه طبيعة إخبارية أو طبيعة إعلامية. مش احنا لسه بنقول إن النشر دوت جهد مخطط من جانبين، الجانب الأول جانب المنظمة والجانب الثاني جانب وسائل الإعلام. الإعلام يبقى إذن النشر له طبيعة إيه؟ إعلامية إخبارية، وليس الطبيعة ايه شباب؟ اعلانية. يعني النشر دوت لما قلت لك ان وسائل الاعلام هتبدأ تتكلم عن الشركة،
وعن منتجاتها وعن الأحداث اللي بتتم فيها وعن التصرفات وعن أي أحداث بتمر بها الشركة، سواء قلنا في جريدة أو في مجلة أو في راديو أو في تلفزيون إلى آخره. هي الطبيعة هنا، طبيعة النشرية بتخبر ها أو بتعمل عملية إعلام للجمهور عن هذه الشركة وعن تصرفاتها والأحداث اللي بتمر بها، وليست له طبيعة إعلانية. يبقى الإعلان هو ليه طبيعة إعلانية، ولكن النشر يا شباب له طبيعة إعلامية أو إخبارية. تمام، يبقى إذن العبارة عبارة يا شباب خاطئة. تخيلوا بس لو شلنا من الجملة دي يا شباب أو من العبارة دي كلمة النشر وحطينا الإعلان، يبقى العبارة صحيحة. أو لو شلنا من العبارة دي كلمة إعلانية وحطينا كلمة إعلامية، يبقى العبارة صحيحة. وعشان كده بقول لك عبارات الصح والخطأ مشكلتها إن كلمة واحدة تغير معنى الجملة تماما. يعني تخيلوا شلت كلمة إعلامية، ده مش هشيل كلمة إعلامية، ده أنا هشيل حرف النون من إعلانية وأحط حرف الميم، بقت إعلامية. غيرت حرف، شلت حرف النون من إعلانية وحطيت حرف الميم، تخيلوا كتبقى العبارة دي عبارة صحيحة. فإذا عبارات الصح والخطأ محتاجة تركيز يا شباب. بقول لك أهو حرف أهو، تخيل يغير معنى الجملة ويخليها من عبارة خاطئة لعبارة صحيحة أو العكس. تمام، العبارة بعد كده بتقول تخدم العلاقات العامة. وهنا بنتكلم على عنصر من عناصر المزيج الترويجي وهو العلاقات العامة، في اتجاه واحد من داخل المنشأة إلى خارجها. العبارة مرة تانية بتقول يا شباب تخدم العلاقات العامة في اتجاه واحد من داخل المنشأة إلى خارجها. ارجع كده بقى بالذاكرة لما اتكلمنا على العلاقات العامة، وقلنا إن ده عنصر من العناصر المهمة والمؤثرة في الاتصالات الترويجية. العلاقات العامة دي يا شباب كانت بتخدم أو طبيعتها أو طبيعة عملها إيه؟ هل من داخل الشركة لخارجها، ولا من خارج الشركة المنشأة، ولا في الاتجاهين؟ لما تتذكر كده الشرح اللي احنا اتكلمنا في الفصل السادس، هتلاقي قلت لك ان العلاقات العامة يا شباب دي بتخدم في اتجاهين وليس اتجاه واحد. بتخدم في اتجاه من داخل المنشأة إلى خارجها، بمعنى ايه يا شباب؟ يعني بتنقل الصورة الداخلية للمنظمة إلى العالم الخارجي. يعني بتتكلم مع العالم الخارجي المحيط بالمنظمة عن سياسات المنظمة، استراتيجيات المنظمة، إيه هي منتج المنظمة، إيه الخدمات اللي ممكن تقدمها إلى آخره. يبقى بتنقل شكل وصورة الشركة طبعا بشكل إيجابي لخارج الشركة. وأيضا بتلعب العلاقات العامة دور مهم جدا في إن هي تنقل الصورة الخارجية للعالم الخارجي لداخل المنظمة. تبدأ تنقل الصورة الخارجية، منهم العملاء، إيه احتياجاتهم، إيه رغباتهم، الأسواق، طبيعة الأسواق إيه، المنافسة شكلها عامل إزاي وطبيعة المنافسة إيه، الهيئات الحكومية والبنوك، كل المتعاملين مع المنظمة. يبقى إذن تلعب العلاقات العامة دور مهم جدا ودور محوري ودور جوهري في الاتصالات التسويقية المتكاملة، في اتجاهين يا شباب وليس في اتجاه واحد، في اتجاهين، سواء من داخل الشركة لخارجها أو من خارج الشركة لداخل الشركة. يبقى إذن هنا عبارة خاطئة، لأن هنا مش بتخدم العلاقات العامة في اتجاه واحد، ولكن العلاقات العامة بتخدم في اتجاهين. تمام، العبارة بعد كده بتقول من الأفضل عدم تضمين العلاقات العامة ضمن عناصر المزيج الترويجي لأنها نشاطا مستقلا قائما بذاته في منشآت الأعمال.
العبارة مرة تانية نقراها مع بعض، لأنها عبارة طويلة شوية. فزي ما قلت لك، لما تكون عبارة طويلة محتاجة منك تركز أكتر في إنك تقسمها لجمل وتشوف كل جملة صح ولا خطأ. بنقول من الأفضل عدم تضمين. كلمة عدم تضمين يعني يا شباب، يعني ما نخليش العلاقات العامة من ضمن عناصر مزيج الترويج. يعني ما نخليش عناصر مزيج الترويج تشتمل على العلاقات العامة. ليه؟ لأنها نشاطا مستقلا قائما بذاته في منشآت الأعمال. طبعا مفيش شك إن العبارة عبارة خاطئة. إزاي إن احنا نفصل العلاقات العامة؟ هي نشاط ومستقل بذاته، ممكن يكون له الإدارة مستقلة بذاتها، ولكن بتظل العلاقات العامة عنصر أساسي وعنصر رئيس من عناصر المزيج الترويجي. ليه بقى يا شباب؟ لأن العلاقات العامة زي ما لما تيجي تبص لطبيعة العلاقات العامة أو إيه الدور اللي بتقوم بيه؟ إحنا قلنا بتحسن، أو يعني الهدف الجوهري ليه؟ تحسين الصورة الذهنية وبناء علاقات جيدة وطيبة بين المنظمة وبين العالم الخارجي. فإذا صلب هدفها أو صلب عملها أو صلب طبيعتها هو تحسين الاتصالات مع الآخرين. طب وعناصر المزيج الترويجي أو الاتصالات الترويجية، وهو هدفها الأساسي تحسين العلاقات وتحسين الاتصالات مع العالم الخارجي، يبقى إذا العلاقات العامة عنصر من عناصر المزيج الترويجي الأساسية. فلا يمكن فصل العلاقات العامة عن عناصر المزيج الترويجي. ماشي شباب؟ هتلاقي معظم أعمال رجال التسويق والبيع بيقوموا ببناء علاقات إيجابية مع المجتمع الخارجي أو مع كل الشركات أو الهيئات المتعاملة مع الشركة. ومن ثم ده أساس العلاقات الإيه؟ العامة. يبقى بص، هتلاقي مش قادر تفصل العلاقات العامة عن الترويج. ده بتتكلم في هدف مشترك وهدف أساسي بينهم. تمام. يبقى إذا العبارات دي عبارات خاطئة. ليه؟ أول ثلاث كلمات هو من الأفضل عدم. لكن تخيلوا شلنا بقى كلمة عدم. من الأفضل تضمينك تبقى دي عبارة صحيحة. عشان كده بقول لك كلمة تغير معنى الجملة تماما تماما تماما. فنركز بالله عليكم يا شباب، وانت بتذاكر وانت في الامتحان تركز في كل كلمة في السؤال. اللي زي ما قلت لك كلمة تغير معنى الجملة خالص. تمام. العبارة بعد كده بتقول يشترط ان يتكون المزيج الترويجي لأي منتج من كافة عناصر المزيج الترويجي الست. عبارة جميلة جدا. تاني عبارة بتقول يشترط أن يتكون المزيج الترويجي لأي منتج من كافة عناصر المزيج الترويجي الست. تعالى معلش ناخد آخر جملة في العبارة، عناصر المزيج الترويجي الست اللي هم إيه يا شباب؟ معلش نستذكر كده مع بعض. قلنا الإعلان، النشر، البيع الشخصي، تنشيط المبيعات، علاقات عامة، التسويق المباشر. هل يا شباب يشترط لما انا بعمل مزيج ترويجي لاي منتج، اي سلعه، اي خدمه بعمل لها مزيج ترويجي، هل لازم ويشترط ان انا استخدم كل عناصر مزيج الترويج السته؟ يعني لازم اعمل اعلان مع نشر مع تنشيط مبيعات مع بيع شخصي مع علاقات عامه مع بيع مع تسويق مباشر؟ هل يشترط ذلك؟ اكيد طبعا لا، استحالة يا شباب، استحالة. لأن كل منتج سلعة كان أو خدمة له طبيعة معينة، فبيصلح معه بعض عناصر المزيج الترويجي وبعض عناصر المزيج لا تصلح معه تماما. يعني تخيلوا أنا لو الشركة بتتعامل في الآلات أو الماكينات اوتوماتيك، هتلاقي معظم المعظمكم دلوقتي قال دوت يبقى اتبع معاه المزيج، اتبع معاه سوري البيع الشخصي. ما طالما الات ماكينات يعني فيها نواحي فنيه
يبقى لازم في بيع شخصي، لازم يكون شخص فني واقف يبدأ يشرح للعميل الآلة ديت ايه مكوناتها، ايه مواصفاتها، ايه الى اخره. هنلاقي فيها الاعلان قليل جدا، هنلاقي فيها تنشيط المبيعات برضو قليل جدا، لكن الاساس بعتمد على البيع الشخصي. لكن هل ينفع هنا مثلا في الحاله دي اروح معتمد على الكل العناصر السته؟ استحاله. شركه ثانيه بتعمل في مجال الاغذيه، شركه مثلا عصائر، برضه هل هتعتمد على عناصر الستة؟ لا طبعا. طالما الشركة بتنتج منتجات غذائية يبقى طبعا رقم واحد عندها الإعلانات، رقم واحد. ممكن مثلا إعلان مع تنشيط مبيعات وهكذا يا شباب. يبقى إذن لا يشترط لأي منتج إن أنا أستخدم المكونات أو العناصر الستة للمزيج الترويجي، ولكن حسب طبيعه المنتج بتاعي. ففي منتج ممكن استخدم عنصرين، في منتج ممكن استخدم ثلاث عناصر، في منتج عنصر واحد. يعني انا بنسمع مع بعض عناصر السته، ولكن يا شباب ده مش معناه ضروره او حتميه استخدام العناصر السته كلهم، ولكن حسب طبيعه السلعه، حسب امكانيات الشركه. ما ممكن برضه شيء يا شباب ممكن استخدم في احد المنتجات ثلاث عناصر على سبيل المثال، ولكن امكانيات الشركه، امكانيات المنظمه بتاعتي لا تسمح بذلك. تقدرش تعمل اعلانات مثلا مع تنشيط مبيعات، مع مثلا تسويق مباشر، لان كل حاجه ليها تكلفتها زي ما اتفقنا. ولكن مثلا لظروف الشركه الماديه تعتمد على عنصر واحد من عناصر المزيج الترويجي. يبقى اذا يا شباب نقدر نقول ان لا يشترط، او لا يشترط ان يتكون المزيج الترويجي لاي منتج من عناصر المزيج الترويجي السته، ولكن ده راجع لايه؟ راجع شباب لطبيعه السلعه او طبيعه خلينا نقول المنتج عشان اشمل وعام. ده راجع لطبيعه المنتج، راجع لامكانيات الشركه وقدراتها الماليه. يبقى عشان كده قلنا العباره دي عباره ايه يا شباب؟ عباره خاطئه. العبارة بعدها بتقول: لا يشترط أن يظل المزيج الترويجي لأي منتج ثابتا طوال الوقت. العبارة الثانية بتقول: لا يشترط أن يظل المزيج الترويجي لأي منتج ثابتا طوال الوقت. تعال نفهم الجملة برضه عشان إيه فيها بعض. يعني إيه يكون ثابت طوال الوقت؟ يعني هل يا شباب لو انا صممت مزيج ترويجي لمنتج ما، خلاص درست كل حاجه وخلاص هعتمد على وليكن الاعلانات او الاعلان ومثلا تنشيط مبيعات، هعتمد على الاعلان والبيع شخصي او على تسويق مباشر ايا كان العناصر، هل بقى مزيج الترويجي ده اللي انا حددته واخترته وهشتغل عليه يشترط انه يظل ثابت طول الوقت، يعني طول حياتي في هذه مع هذه الشركه او مع هذا المنتج هيظل استخدم هذا المزيج الترويجي، ولا ممكن اغير من هذا المزيج؟ طبعا واضح جدا يا شباب يعني ان مفيش حاجه ثابته. بيئه الاعمال بيئه متغيره، دي قاعده تحطوها في دماغكم طول عمركم. بيئه الاعمال بيئه متغيره، يعني اي شركه اي منظمه بتعمل في اي مجال بتعمل في ظل بيئه متغيره ومعطيات غير ثابته، ومن ثم اي انظمه او اي برامج او اي استراتيجيات او اي سياسات بتتغير بتغير الوقت وبتغير تغير البيئه المحيطه بيها، ومن ثم لا يوجد شيء ثابت طوال الوقت. ممكن يبقى ثابت لفتره، ممكن يكون ثابت، خلي بالك من الكلام، ممكن يكون ثابت لفتره معينه، لفتره زمنيه معينه، ممكن اثبت مزيج ترويجي لمده سنه سنتين، ولكن هل ينفع اثبته لمده 20 سنه 30 سنه 40 سنه او طوال عمر الشركه؟ استحاله. ليه؟
ان بيئه العمل بيئه متغيره، وبالتالي سياسات الشركه تتغير، وبالتالي اهداف الشركه بتتغير. طالما في تغير في كل شيء هنلاقي المزيج الترويجي ايضا ايه بيتغير من وقت للتاني. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي هعتمد على الاعلان في الاتصال بالمنتجات بالعملاء بتاعتي عشان اوصل لهم المنتج، تمام. لكن في مرحله من المراحل في حاله انخفاض المبيعات هضطر اغير من سياسه المزيج الترويجي بتاعي وهبدا اعتمد على تنشيط المبيعات عشان عايز اعلي من مبيعات المنتج بتاعي. يبقى اذا هنا نتيجه لظرف معين طرأ علي وهو انخفاض المبيعات بتاعتي، فلجأت لي اسلوب جديد من اساليب، او اسلوب مش جديد يعني اسلوب اخر من اساليب الترويج اللي هو تنشيط المبيعات. يبقى ايه اللي هنا اضطرني او ايه اللي اجبرني ان انا اغير من المزاج الترويجي؟ هو الظروف اللي مريت بيها ان المبيعات انخفضت. يبقى اذا يا شباب العباره دي عباره صحيحه، لان قلت لك ايه لا يشترط. يبقى خلي بالك من الالفاظ، لكن لو قلت لك في بلد ثانيه يشترط، ها يشترط ان يظل المزيج الترويجي لمنتج ثابت، طوال عباره خاطئه، هو لا يشترط ان يكون ثابتا طوال الوقت. يبقى هنا العباره دي عباره ايه يا شباب؟ لو قلت لك لا يشترط على عباره صحيحه سليمه، لكن لو مش قلت لك كلمه لا، تخيل بقى يا شباب قلت لك يشترط ان يظل مزيج الترويج لاي منتج ثابتا طوال الوقت، يبقى العباره ايه؟ عباره تمام. قلت لك لا يشترط يبقى العباره صحيحه، قلت لك يشترط يبقى العباره ايه؟ خاطئه طبعا يا شباب. ونخلي بالنا برضو يعني هنا قلت لك ثابتا طوال الوقت، لكن قلت لك ثابتا لبعض او لفترات معينه تبقى العباره برضو يا شباب خلي بالك بقى ثابت طوال الوقت غلط. مفيش مزيج ترويجي ثابت طول الوقت، لكن ممكن يظل ثابت لفتره معينه. المشكله الظروف ما تغيرتش في هذه الفتره الزمنيه، تمام يا شباب. العباره بعد كده بتقول بالرغم من اهميه الاهداف الثلاثه للانشطه الترويجيه، الا ان هدف التعريف يحتل المرتبه الاولى من حيث الاهميه. نقراها مرة عبارة شباب، عبارة طويلة شوية، بتقول بالرغم من أهمية الأهداف الثلاثة للأنشطة الترويجية، إلا أن هدف التعريف يحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية. يبقى العبارة دي الأول حدد عنوانها، وخلي بالك يا شباب عنوان او مفتاح انك تحل عبارات صح وخطا تعرف دي بتتكلم في انهي جزء من المنهج وفي انهي جزئيه من الفصل، بحيث تقدر تجاوب ما تبقاش العباره تايهه منك. انت بتجاوب على العباره دي على اساس ان هي مثلا موجوده في الفصل الاول وهي موجوده في الفصل الاخير مثلا. تقول لنفسك كده العباره دي بتتكلمني عن اهداف الترويج، وقول لنفسك كده ايه هي اهداف الترويج الاساسيه. كان عندي ثلاث اهداف اساسيه، هدف التعريف ان الترويج دوت كوسيله اتصال بتعرف العملاء بالمنتج، والهدف الثاني هدف الاقناع ان الاتصالات الترويجيه الهدف الثاني الاساسي ان هي تقنع العملاء او الجمهور، والهدف الثالث عمليه حفز واثاره للعملاء ان هم يقبلوا للشراء او على الشراء الايه هذه المنتجات. كلام عظيم، ولكن احنا قلنا خلي بالك يا شباب ان هدف تعريف العملاء بالمنتج بتاعي من الاهداف الاساسيه واللي بيحتل مكانه او مرتبه مهمه جدا من حيث الايه الاهميه. ومن ثم يا شباب اقدر اقول لكم ان هذه العباره عباره صحيحه. ليه بقى؟ لان فعلا ان هدف التعريف يحتل مرتبه الاولى من حيث الايه الاهميه. بس خلي بالكم خلي بالكم، هل معنى ذلك معنى كلامي ان هدف التعريف هو الهدف المهم فقط والاقناع والحفز دول مش مهمين؟ ما قلتش كده، او هو انت تفهم كده. لا، احنا بنقول هدف التعريف بيحتل المرتبه الاولى
من حيث الأهمية. يعني لو جينا كده رتبناهم من حيث الأهمية، رقم واحد التعريف، رقم اتنين الإقناع، رقم ثلاثة الحفظ. ولكن يا شباب لو قلت لك أهم هدف إيه؟ لا أنا عايز أعرف العميل بتاعي بالمنتج بتاعي. خلي بالكم بقى يا شباب، زي ما قلت لكم في بداية المحاضرة، إن خطورة عبارات الصح والخطأ في تغيير بعض الإيه؟ الكلمات. تخيل العبارة دي ممكن تبقى خطأ في كلمة وأنت ما تاخدش بالك منها خالص. يعني ممكن أغير لك في كلمة في العبارة دي وأنت ما تاخدش بالك منها خالص وتعتقد إن العبارة صحيحة. لو قلت لك إيه؟ بص يا شباب، قلت لك من الرغم من أهمية الأهداف الأربعة للأنشطة الترويجية إلا أن هدف التعريف، وكمان تكمل الجملة. معظم الطلبة هيركز على إيه؟ إن في أهداف للأنشطة الترويجية وإن هدف التعريف هو بيحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية، لكن ما ياخدش باله إن أنا كتبت لك أهداف أربعة للأنشطة الترويجية، وإحنا دارسين مع بعض إن بالنسبة للأهداف الأساسية للترويج هناك ثلاثة أهداف. يبقى شفت، خلي بالكم من خطورة أسئلة الصح والخطأ. يبقى أنا تاني هقول لكم يا شباب، لو أنا قلت في العبارة إيه؟ بالرغم من أهمية الأهداف الأربعة للأنشطة الترويجية إلا أن هدف التعريف يحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية. بقول لكم معظم الطلبة هيركز إن فعلا هدف التعريف بيحتل المرتبة الأولى أو المركز الأول من حيث الأهمية، وينسى خالص إن أنا اديته كده حاجه بقول له خلي بالك وتبقى لازم تبقى مصحصح ولازم تبقى مركز ولازم تبقى عارف عدد الاهداف الاساسيه للانشطه الترويجيه. فخلي بالك يا شباب، ده مش نوع من انواع ما تقولش بقى ايه الدكتور بيمتحننا في ثلاثه ولا اربعه، لا ده خلي بالكم ان الامتحان يا شباب بيقيس قدرات كتيره جدا عند الطالب، ومن ضمنها التركيز، ومن ضمنها شباب الحفظ. فانت دلوقتي لازم تبقى حافظ وعارف ومدرك ان هناك ثلاثة اهداف اساسية للترويج. ده كده اول مهارة تبقى عندك، ان انت حافظ ان هما ثلاثة مش اربعة. المهارة التانية مهارة الانتباه. ما ايه الفرق يا شباب بين طالب بيقفل الامتحان وبيجيب درجات عالية وبين طالب بينجح بالكاد يعني بالعافية؟ هو في طالب مركز، طالب منتبه، وفي طالب مستهتر. فبعد اذنكم يا شباب، وانا عارف ان كلكم طلبه مجتهدين وعلى قدر كبير من الذكاء، فعايزك بعد اذنك وانت بتقرا العباره تقرا العباره كلمه كلمه وتشوف الكلمه دي صح ولا الكلمه دي ايه خطا. لان بقول لك اهو بثبت لك اهو قدامك بشكل عملي ان كلمه واحده تغير الدنيا كلها. يبقى اذا هنا العباره دي عباره صحيحه، ان فعلا في اهداف ثلاثه للانشطه الترويجيه، وان فعلا هدف التعريف بيحتل المرتبه الاولى، لان بناء على هدف التعريف بيترتب عليه الاهداف الاخرى الاقناع والحفظ. يعني ازاي انا ينفع مثلا يا شباب اقنع العميل بمنتج هو ما يعرفوش؟ طب ينفع احفزه على الشراء وهو مش مقتنع بيه او هو ما يعرفش هذا المنتج؟ يبقى منطقي، لازم اعرف العميل المنتج ثم اقنعه بيه ثم احث واحفزه على شرائه والتعامل مع الشركه. تمام. العباره اللي بعد كده بتقول يا شباب، يتمثل المزيج الترويجي في الاعلان والنشر والبيع الشخصي والتسويق المباشر. طبعا ما فيش شك لما تيجي تبص العباره دي عباره خاطئه. ليه؟ لان شباب احنا اتفقنا مع بعض ان عناصر المزيج الترويجي ست عناصر اساسيه، انهم الاعلان، البيع الشخصي، تنشيط المبيعات، النشر، العلاقات العامة، واخيرا الايه التسويق المباشر. واذا هنا شباب يبقى العبارة دي عبارة ايه؟ عبارة خاطئة. طيب العبارة اللي بعد كده بتقول يا شباب،
العلاقات العامة والتسويق المباشر وجهان لعملة واحدة. العلاقات العامة والتسويق المباشر وجهان لعملة واحدة. طبعا مفيش شك يا شباب إن العبارة دي عبارة خاطئة. ليه؟ لأن هناك فرق كبير جدا يا شباب بين العلاقات العامة وبين التسويق المباشر. العلاقات العامة معلش يا شباب أنا شرحناها مع بعض بالتفصيل في كذا عبارة فاتت. لكن تعالى نتكلم بقى عن التسويق المباشر. إيه قصة التسويق المباشر يا شباب؟ التسويق المباشر بشكل بسيط هو إن بنقول في ظل كثرة الإعلانات وكثرة وسائل الإعلام وكثرة القنوات الفضائية في ازدحام في وسائل الإعلان دي يا شباب. طيب وأصبح دلوقتي من الضرورة على الشركات عايزة تعمل اتصال مباشر مع العملاء بتوعها. فلجأت إلى أسلوب أو وسيلة أو أداة التسويق المباشر، أنا عايز أوصل بشكل مباشر دايركت للعملاء بتوعي. فبدأنا نعمل حاجة اسمها إيه؟ نعمل كده نصمم قاعدة بيانات. من خلال هذه قاعدة بيانات أقدر أتصل بالعميل بتاعي بشكل مباشر وأقدر بقى أعلنه وأخبره وأتواصل معاه بشكل مستمر ومده بشكل اساسي وبشكل مستمر بالمعلومات والبيانات. فنعمل قاعده بيانات نسجل عليها كل بيانات العملاء بتوعه وابدا اتواصل معاهم. وزي ما قلت لكم في اثناء الشرح اكبر مثال واضح لعمليه التسويق المباشر هي شركات الاتصالات. شركات الاتصالات تلاقي يوميا بتجيلك رساله على المحمول بتاعك بيخبرك عن حاجة، بيعرض عليك عرض معين، بيقولك على خدمة معينة، ايا كانت. من خلال ايه؟ ان هو مسجل كل البيانات بتاعت العملاء عندك على قاعدة بيانات عنده، فيبدأ يعمل عمليه تسويق مباشر دايركت بشكل مباشر بينه وبين الايه وبين العميل. ده التسويق المباشر. يبقى اذا يا شباب التسويق المباشر شيء والعلاقات العامة شيء تاني. وبكده يا شباب نكون بفضل الله انتهينا من الفصل السادس او مراجعة الفصل السادس، لان احنا كنا انتهينا من الشرح بتاعه. والنهاردة زي ما انتم شايفين قدرنا ان احنا نعمل مراجعة شاملة على هذا الفصل اللي بعتبره من الفصول المهمة جدا، لان يا شباب صلب الموضوع لما انا بتكلم على الاتصالات التسويقية المتكاملة. كان على فكرة كان مسمى المادة بتاعتنا على الاتصالات التسويقية المتكاملة والترويج. خلي بالكم لان الترويج طبعا زي ما وضحت لكم في اول، لو تفتكروا في اول فصل مع شرحنا مع بعض ان في فرق بين الترويج بشكله التقليدي او شكله القديم وبين الاتصالات التسويقية المتكاملة. فطبعا الترويج هو جوهر طبعا عملية الاتصال زي ما شفتوا كده بعناصره الستة زي ما وضحنا مع بعض. ومن ثم يا شباب ان الترويج مهم ليه؟ لانه دوره الاتصالي بالعملاء دوره مهم، يعني هو قايم على الاتصال بالعميل. يعني فكرة الترويج قايمة على الاتصال بالعميل سواء بطريقة الإعلان أو النشر أو البيع الشخصي أو تنشيط المبيعات أو العلاقات العامة أو التسويق المباشر. طبعا شباب أنا شرحت معاكم في المراجعة دلوقتي بشيء من التفصيل البيع الشخصي أو النشر أو الإعلان. حابب بس برضو أتكلم شوية على تنشيط المبيعات، لأن في لبس كبير جدا او في بعض الطلبه ممكن لحد دلوقتي مش عارف يعني ايه تنشيط مبيعات. بشكل بسيط يا شباب كلمه تنشيط مبيعات يعني ايه؟ هو واضحه من المسمى بتاع الاداه تنشيط المبيعات. يعني هو اوريدي فيه مبيعات
ولكن المبيعات دي قد تكون مبيعات مستقرة يعني ثابتة، وقد تكون مبيعات في انخفاض، ولكن في مبيعات. ومن ثم أنا كمنظمة أو كرجل تسويق لاحظت في انخفاض في المبيعات بتاعتي، فأنا عايز أزود من المبيعات بتاعتي. طب عايز أزود إزاي؟ فأقول لك عايزين نعمل تنشيط لهذه المبيعات، عايز أزود المبيعات بتاعتي. طيب نقول تعالى مع بعض نبحث عن وسائل تكون دورها إن هي تزود هذه المبيعات. فبلجأ بعمل يا شباب؟ بعمل معارض، أعمل يا شباب أوكازيونات، أعمل خصومات، أعمل يا شباب توزيع عينات مجانية، أعمل توزيع للهدايا، إلى آخره من هذه الأساليب أو هذه الطرق أو هذه الأدوات اللي من شأنها إنها تعمل عملية رفع للمبيعات مرة تانية أو تزود للإيه المبيعات. يبقى خلي بالك إن تنشيط المبيعات كوسيلة أو كأداة هي أداة مساعدة، يعني ما ينفعش من البداية أقول إيه أنا بس هعتمد على وسيلة تنشيط المبيعات فقط لا غير. أقول لك ما ينفعش، يعني ما فيش شركة في الدنيا قايمة بشكل أساسي أو بشكل رئيسي على تنشيط المبيعات فقط، لا يصلح يا شباب. لازم يبقى في إعلان بجانبه تنشيط مبيعات مثلا، لازم يبقى في مثلا بيع شخصي بجانبه تنشيط مبيعات، وهكذا يا جماعة. يبقى إذا تنشيط المبيعات ليست أداة أو ليست وسيلة أساسية أو وسيلة وحيدة أقدر أعتمد عليها في الاتصالات والترويج بالعملاء، ولكن بستخدم وسيلة تنشيط المبيعات كوسيلة وسيلة اتصال أو كوسيلة ترويج مساعدة أو ثانوية أو بجانب الوسائل الإيه؟ بجانب الوسائل الأخرى. طيب نخلي بالنا الحاجة التانية عايز برضك أختم بيها شباب وأقولها لكم في نهاية المحاضرة، نخلي بالنا وإحنا بنذاكر يعني بجانب إنك تبقى مدرك وعارف وفاهم يعني إيه ترويج؟ إيه عناصر الترويج الستة؟ إيه الفرق بينهم؟ يعني إيه الفرق بين الإعلان والنشر؟ الفرق بين تنشيط المبيعات والعلاقات العامة؟ الفرق بين العلاقات العامة والتسويق المباشر إلى آخره؟ مهم جدا وانت بتذاكر تبقى فاهم امتى بستخدم كل عنصر، امتى بستخدم كل استراتيجية. دي مهمة جدا 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 جدا. على سبيل المثال هعمل لكم كده يعني رابطة جميلة جدا بين الفصول كلها، يعني او بعض الفصول، مش لازم الفصول الستة كلها. لو اتكلمنا شباب عن سلعة غذائية على سبيل المثال، بعتبر السلعة الغذائية دي لو حبينا نصنفها، هل هي سلعة ميسرة أو استقرابية، ولا سلعة خاصة، ولا سلعة تسوق؟ طبعا السلعة الغذائية لما كلمت عن سكر ولا شاي ولا، طبعا السلع ميسرة سلعة استقرابية. جميل، خلي بالك بقى لو كلمنا في فصل عن فصل التوزيع، استخدم فيها توزيع مباشر ولا توزيع غير مباشر؟ قول لي لا يا دكتور، انت قلت لنا طالما سلعة استقرابية او سلعة ميسرة يبقى اتبع فيها الاسلوب التوزيع غير مباشر. اقول لك كلامك صح 100%. طيب السؤال انت بص بعملك بقى ربط ازاي. طيب توزيع غير مباشر، هل توزيع شامل ولا انتقائي ولا وحيد؟ تقول يا دكتور برضه هرجع للمثال بتاعنا، انا قلت لك سلعه استقرابيه ميسره. تقول لي دكتور بدأ تسويق توزيع شامل. توزيع شامل طالما سلعه استقرابيه وميسره لازم تكون موجوده ومنتشره ومتوفره لكل العملاء، ومن ثم لازم اتبع ايه اسلوب التوزيع هنا الشامل. كلام عظيم. بصوا بقى هربط لك نفس المثال اهو بالترويج. انا لسه في المثال بتاعي اللي هو السلعه
ميسرة استقرابية. هتبقى فيها أسلوب ترويج إيه يا شباب؟ يعني عايز أستخدم أداة أو وسيلة للترويج. هل أستخدم معاها مثلا البيع الشخصي؟ تقول لي إزاي؟ استحالة. طالما سلعة استقرابية وسلعة ميسرة، سلعة غذائية، تقول لي يا دكتور لا، يبقى هتبع الإعلان أو الإعلانات كوسيلة أساسية في عملية الترويج وفي عملية الاتصال بالعملاء. يبقى استخدم يا شباب الإعلان. ممكن بجانب الإعلان استخدم ممكن تنشيط مبيعات. عايز أزود مبيعاتي فبعمل عروض ترويجية، بعمل كده مجموعة سلع غذائية معا وأبدأ أروج عنها أو أبدأ أعمل عنها عروض ترويجية. يبقى بجانب الإعلانات ممكن أعمل إيه يا شباب؟ أعمل مثلا تنشيط مبيعات. طيب هتتابع معانا أنهي استراتيجية ترويجية؟ هل استراتيجية جذب ولا استراتيجية دفع؟ قلناها بالشرح في التفصيل يا شباب، الفرق بين استراتيجية الدفع واستراتيجية الجذب. احنا قلنا استراتيجية الدفع يعني انا بدفع المنتج بتاعي للعميل، يعني انا كأن انا اللي بعرض على عميل المنتج بتاعي، بدفع المنتج للعميل. وقلنا في حالات معينة لذلك، في حالة المنتج بتاعي عالي الثمن، جودته عالية، هامش الربح بتاعي كبير. والعكس من ذلك في استراتيجية الجذب. الجذب انا بجذب العميل عشان هو اللي يطلب السلعة، فبعمل إثارة للعميل، العميل يطلب السلعة من الموزع، والموزع يطلبها من تاجر الجملة، وتاجر الجملة يطلبها من تاجر التجزئة، وتاجر التجزئة يطلبها من الشركة إلى آخره. آسف جدا آسف جدا، العميل يطلبها من تاجر التجزئة، تاجر التجزئة يطلبها من تاجر الجملة، تاجر الجملة يطلبها من الموزع، الموزع يطلبها من الشركة. يبقى هنا الشركة لعبت دور إيه؟ لعبت دور إنها بتثير العميل عشان تجذبه لشراء هذه الإيه؟ لشراء هذه السلعة. طيب نرجع بقى للمثال بتاعنا. أنا بكلمك في إيه؟ بكلمك في سلعة ميسرة استقرابية، سلعة غذائية. فبالعقل كده يا شباب، هتتبع استراتيجية الدفع ولا الجذب؟ تقول لا، هنا طالما هي سلعة استقرابية ميسرة وسلعة غذائية، يعني سلعة ثمنها قليل، يعني هامش ربحه قليل، يبقى هنا هتتبع استراتيجية الجذب، جذب العميل وليس الدفع. ماشي يا شباب؟ يبقى هو ده اللي بقول لك عليه وبوصيك بيه، ان وانت بتذاكر لازم دايما الامثله حاضره في ذهنك، وتربط الفصول ببعضها، بربط الفصل التوزيع بالترويج بالمنتج الى اخره، بحيث زي ما انت شفت كده في الامتحان الميد تيرم كان معظمه بسالك في شكل حالات عمليه صغيره. قلت لك مثلا في اسئله اختر، وبقول لك مثلا الشركه الفلانيه، بحكي لك موقف صغير خالص في سطر سطر ونص، شركه معينه مثلا بتنتج كذا، عملت كذا، يبقى مثلا الاستراتيجيه اللي اتبعتها انا استراتيجيه ايه، او الاسلوب اللي انا اخترته اسلوب ايه. يبقى تخلي بالك وانت دايما بتذاكر بالامثله حاضره في ذهنك، الشركات، المنتجات، بحيث تبقى عارف الناحيه التطبيقيه للمفهوم بتاعنا. الله اكبر الله اعظم الله اكبر والعزه لله. يبقى اذا يا شباب وانت بتذاكر مش بس مهتم بعمليه الحفظ وعمليه الحفظ كما هو كده يا شباب بدون اي فهم او بدون اي اسقاط هذه المفاهيم على الجانب العملي. يبقى مهم جدا يا شباب وانت بتذاكر بتحفظ كل حاجه طبعا وبتفهمها كويس جدا مفيش شك، بس بجانب هذا الحفظ وبجانب هذا الفهم لازم تبقى مدرك انا الاسلوب ده بستخدمه ازاي، الاستراتيجيه دي بستخدمها في انهي موقف، يعني امتى بستخدم مثلا استراتيجيه الجذب وامتى بستخدم استراتيجيه الدفع في انهي انواع من المنتجات. لما بتكلم على استراتيجيه التوزيع مثلا، امتى بستخدم التوزيع المباشر وامتى بستخدم التوزيع غير مباشر في انهي حالات من المنتجات او الشركات.
طب لو استخدمت التوزيع غير المباشر، امتى استخدم التوزيع الشامل وامتى استخدم التوزيع الانتقائي وامتى استخدم التوزيع الوحيد؟ دوت راجع ليه انواع الشركات او طبيعه المنتجات اللي بتقدمها الشركات. فانا لو بكلمك على مثلا سلع تسوق، يعني زي ايه سلع التسوق؟ زي مثلا الاجهزه الكهربائيه، الاجهزه المنزليه. فلو انا بكلمك بقى على شركه زي شركه توشيبا، بتقدم منتجات توشيبا العربي، بتقدم منتجات زي التلفزيونات، ثلاجات، غسالات، بوتاجازات الى اخره، دي اسمها سلع تسوق. يعني ايه سلع تسوق؟ يعني لازم العميل بيبذل بعض المجهود انه ينزل يعمل شوبينج، يتسوق، انه يعمل كده زياره لكذا مكان، بيعمل عمليه مقارنه بين الاجهزه المعروضه الى اخره. في الحاله دي لو بقول لك بقى التوزيع، هنا اسلوب التوزيع اللي لازم نتبعه، تقول لي ده توزيع انتقائي لا شامل ولا وحيد، ده توزيع انتقائي، ان هنا الشركه المنتجه بتختار بعض الموزعين اللي بيعملوا في هذا المجال وتبدا تتعاقد معاهم او تبدا تتفق معاهم ان هم يوزعوا لها منتجاتها. فانت لو عايز منتجات شركه توشيبا، ممكن تنزل مثلا المول الفلاني او المعرض الفلاني او مثلا شارع عبد العزيز مثلا، مناطق معينه، يبقى اسمها ايه يا شباب؟ هو توزيع انتقائي. لكن مش هتنزل، مش هتخش كل محل تلاقي منتجات توشيبا، لا مش شرط. في بعض عند بعض الموزعين اللي بيعملوا في توزيع المنتجات او السلع التسوق، واللي اختارتهم الشركه المنتجه، وتبدا بتحط السلع بتاعتها او منتجاتها في هذه الايه؟ في هذه منافذ التوزيع. يبقى اذا يا شباب، وانا عايزك وانت بتذاكر تبقى مهم جدا عارف امتى استخدم الاسلوب ده وامتى استخدم الاسلوب ده، امتى اطبق هذه الاستراتيجيه وامتى اطبق هذه الاستراتيجيه، لان كل استراتيجيه او كل اسلوب له ظروف في التطبيق وله شروط معينه في التطبيق. توفرت هذه الشروط وتوفرت هذه المتطلبات، ببدا اطبق هذه الايه؟ هذه الاستراتيجيه او هذا الايه؟ او هذا الاسلوب. يبقى يا شباب انا مش عايزك تخاف خالص، مش عايزك تبقى قلقان، بالعكس خالص، المادة بتاعتنا مادة بسيطة، على الرغم ان هي مادة مهمة جدا جدا جدا. مفهوم منهج الاتصالات التصويرية المتكاملة كمدخل او كنظام في غاية الأهمية. يبقى على الرغم ان هو مهم جدا، ان الحمد لله رب العالمين بسطنا مع بعض المنهج، بسطنا مع بعض الأمور. بقول لك كل فصل تناولناه بالتفصيل، سواء شرح ومش شرح نظري فقط، بالعكس بدأت مع بعض زي ما اتفقت معاكم من أول محاضرة، ان انا ابدا اوضح لكم ببعض الحالات العمليه وبعض الامثله، بحيث يبقى المفهوم واصل لك بشكل بسيط. ومش كده وبس، بعد كل فصل بشرحه معاك نبدا نعمل عليه مراجعه في شكل اسئله، سواء اختر او صح او خطا، بحيث اوضح لك المفهوم بشكل اكبر، بشكل ايه؟ واسع. كل ما عليك انك انت بتراجع الفصل معايا، سواء من الكتاب او من خلال المحاضرات اللي تناولناها في المدرجات طول الترم مع بعض، او من خلال المحاضرات المسجله والمرفوعه على منصه البلاك بورد والسكاشن. برضو غطيت الفصول كلها باسئله، سواء صح او خطا او اكمل، سوري، صح او خطا او اختر من متعدد. فاذا انت اصبحت الامور كلها متاحه بين ايديك، ما عليك انك انت تعمل عملية مراجعة بشكل مركز بتركيز عالي، ومن ثم تقدر بشكل كبير تحل الامتحان بسهولة، تبدأ تقدر تجيب درجة فيها عالية جدا، لان بأمانة شديدة المادة بتاعتي مادة تقدير، تقدر مادة تسعفك وتقدر تساعدك في انك تحصل على تقدير كبير فيها ان شاء الله بإذن الله. واتمنى لكم جميعا بلا استثناء التوفيق والنجاح، سواء في المقرر بتاعنا اللي تناولناه مع بعض طول الترم باتصالات تسويق متكامله، او باقي المقررات اللي درستوها خلال الترم الاولاني. وان شاء الله على موعد مع لقاء اخر باذن الله ان شاء الله.
نعمل مع بعض برضو مراجعة تانية يا شباب، بحيث نبقى غطينا معظم أجزاء المنهج في شكل أسئلة، بحيث إن أنت تبقى كل جزء داخل المنهج معاك في شكل شرح وفي شكل مراجعة وفي شكل إيه؟ في شكل أسئلة. أتمنى لكم من قلبي كل التوفيق والنجاح، كل عام وأنتم بخير، عام جديد سعيد عليكم جميعا إن شاء الله، على الأمة العربية وعلى الأمة المصرية وعلى كل الإنسانية يا شباب. ربنا كده يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء إن شاء الله خير. اتوكلوا على الله يا شباب، اجتهدوا في عملكم، اشتغلوا كويس جدا، ذاكروا كويس، قوموا بالمطلوب منكم زي ما قلتلكم في المحاضرات، قوموا بالمطلوب منكم جيدا. ربنا سبحانه وتعالى هيوفقكم جميعا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: إنا لا نضيع أجر من عمل من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. استحالة إنك تحسن في عملك، استحالة إنك تجتهد في شغلك في مذاكرتك وربنا سبحانه وتعالى يخذلك، استحالة، لأن ربنا سبحانه وتعالى من سماته أو من أسمائه العدل. العدل ربنا سبحانه وتعالى عادل، ومن ثم استحالة إنك تجتهد وتتعب وتشقى وتبذل المجهود وربنا يضيع مجهودك دوت هباء. فاجتهدوا يا شباب، وإن شاء الله أشوفكم أحسن خريجين في الدنيا كلها إن شاء الله، وأسمعكم سماع خير إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.